مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء النور. في البداية حفظا للألقاب وبعيدا عن الألقاب، من هو أحمد؟ أنا أحمد بوكشة، تونسي الجنسية، مقيم في دولة قطر الحمد لله، وصاحب شركة بلو بلاك للعقارات. هي شركة رائدة في مجال الوساطة العقارية وإدارة الأملاك داخل وخارج قطر. الشركة هي تأسست سنة 2018، كان تأسيسها جدا صعب، البداية كانت صعبة خصوصا أنه يعني الفترة هذيك كان فيها جائحة الكوفيد 19، وكان جدا الموضوع صعب جدا، بس الحمد لله بعد الخبرة اللي أنا كسبتها في دول الخليج، لأن يعني البدايات كانت في دولة الإمارات من سنة 2010 تقريبا، بعدها تنقلت إلى دولة قطر هون. كان الـ يعني الفيجن تبع العالم كلها ماشية لقطر، لأنه كان كأس العالم 2022، وبهي المناسبة يعني نحب نهني دولة قطر على هذا النجاح الباهر وعلى تنظيم المونديال كاملا. راحة جدا كان مشرف على الصعيد العربي والعالمي، فاتخذنا القرار انه تكون الشركة تتوجهها الى العقارات، للمجال العقاري في دولة قطر بسنة 2017 و2018 كان ماشي اكثر، انه يعني البلد كان فيها تطور. اوكي، فاحنا اخذنا الفيجن هاي، فتحنا المكتب وبلشنا في شغل العقارات. طبعا ذكرت لك انه كانت البداية جدا صعبة، والحمد لله لقينا دعم البلد ودعم الناس ودعم الشركة القطرية، لانه هو طبعا كشخص فعال ابن البلد. بالنسبة إلى خدمات
التي تقدمها شركة بلو بلاك العقارات هي الوساطة العقارية وإدارة الأملاك بجميع أنواعها، سواء كانت أملاك تجارية سكنية أو غير ذلك، يعني أراضي وكذا. بنقوم بإدارة الأملاك هي من تحصيل إلى تأجير إلى عرض إلى نسوق العقار كامل. يعني أستاذ أحمد خدماتكم كثير، بس ولكن الخدمات هاي في سر للتميز اليوم. التميز اليوم داخل سوق قطر والمنافسة عالية. نعم. اليوم أحمد بعد السنوات هاي كلها شو تميزنا اليوم؟ الحمد لله الفيجن تبعنا أو الرؤية تبع الشركة أنها تكون من شركة وساطة إلى شركة حاصلة على إدارة الأملاك. هذا يوفر أو يعني يخلينا نوصل إلى كلمة أنه إحنا قادرين نفرض حالنا بقوة التوجه، بقوة التريننج التدريب. إحنا ندرب الناس أو ندرب الإيجنت أو الاستشاريين تبعنا على الخدمة الممتازة، لأنه نهاية المطاف إحنا مجال خدماتي وليس مجال صناعي أو تجاري. إحنا نقدم خدمة، فلازم الخدمة هي بتكون تتقدم بشكل لائق، بشكل نظيف، وبشكل احترافي بحت. تعبان من تحصيل إيجاراتك؟ بتعاني من صيانة مبانيك؟ ما بتعرف كيف تدير أملاكك العقارية بالطريقة الصح؟ ما عندك الوقت لحتى تدير كل أملاكك؟ الحل موجود. شركة بلو بلاك العقارية شركة معتمدة من وزارة العدل القطرية، مجموعة من الكفاءات والخبرات موضوعة على ذمتك لحتى تشيل عنك كل هذا الحمل، من التسويق للتحصيل، سواء كان بيت، مكتب أو حتى برج بالكامل. شركة بلو بلاك هي الحل الفعلي. لا تفكر كثير، بس تواصل معنا عبر الرابط أسفل الفيديو ونحن أكيد بنساعدك. يوم كيف يتم اختيار الموظف؟ احنا هون الموظفين عندنا منه موظف، هو صاحب شركة. جميل. احنا هون يعني كلنا عائلة واحدة، يعني منظور المدير يعني الموظف منظور خاطئ. المدير الناجح هو اللي بينزل الى السوق مع الموظف تبعه، علشان الموظف يحس انه هو شريك. في نفس الوقت هو يعني تقع على عاتقه مسؤولية جدا كبيرة في نجاح الشركة هي، وبالتالي نجاح الشركة يمثل نجاح الموظف والعكس بالعكس. جميل جدا. نعم. اليوم نحكي، اليوم أكيد في رؤية مستقبلية، نقتبس مما قلت الشيخ تميم، الوصول للرقم 1 سهل، بس ولكن المحافظة نعم على القمة نعم صعب. اليوم وصلنا للرقم 1. الرقم 1 صعب جدا ان انا نقيم، يعني نقيم حالي سوقيا، بس انا البدايات تبعي كلها برقم 1، لاني انا نؤمن بنفسي اني انا الرقم 1، فبالتالي الرقم 1 هو نقطة البداية وليس نقطة الفيجن. نعم. فالرؤية اللي هي جاية انه على الصعيد العربي والعالمي بتكون شركة بلو بلاك يعني متواجدة في 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 يعني معظم الدول الفعال. احنا هلا موجودين في دولة قطر، وهذه شركة قطرية تونسية، يعني انا تونسي. الشريك القطري طبعا عنده دور جدا كبير جدا، ونشكره على كل شيء وعلى اي مبادرة عملها معايا. الدولة يعني أعطتنا جدا امتيازات كناس أجانب، يعني لأنه نهاية المطاف أنت هون يعني وافد، بس الدولة تعاملك كأنك أنت ابن البلد. صحيح. يعني بتعطيك المجال أنك أنت تفتح شركة وتعمل بزنس وتساعدك، توفر لك الأمن اللي دي هو شيء يعني عامل مهم جدا عشان البزنس ينجح.
أكيد طول هالمسيرة واجهتنا صعوبات وتحديات لما وصلنا للنجاح، بس نعم. ولكن في أشخاص بحياتنا كانوا مسنديننا بكلماتهم الطيبة، نعم. معنوية، اللي بعطونا نعم. الحافز إن نضلنا نستمر. نعم صحيح. اليوم بعد السنوات هاي الطويلة، نعم. بالغربة اللي إحنا عشناها، من يستحق من الشكر؟ أول شيء ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، والحمد لله. يعني نوجه رسالة شكر إلى الوالدين، أمي وبابا، خاطر لولاهم ما كنتش نجم نقدر نوصل للمكانة هاي. وثاني شيء زوجتي، هي كانت معايا في 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 يعني أصعب الحالات وفي في أحسن الحالات كدعم رسمي، لأنه تعرف أنت الغربة هون معاك عائلة وزوجتك وأولادك هون، صعب جدا لما تتعرض إلى ظروف قاسية، فلازم يكون الشخص اللي هو معك يكون حافز أو يكون شخص محفز. وأنا بطبعي شخص إيجابي، فالمشاكل اللي بشوفها نقطة بداية لشيء جديد. يعني الحمد لله نشكرهم كلهم، بارك الله فيهم كلهم. وكما قلت لك، وما توفيقي إلا بالله، وما رضا الله إلا برضا الوالدين. يعني الله يخليك يا أمي، الله يخليك، بارك الله. ونشكر جميع، ونشكر أيضا الأشخاص اللي نسيناهم، طبعا بدون أي شيء. وإن شاء الله يسامحوني لو أنا نسيت شخص، العمال، الناس اللي اشتغلت معايا، الشركاء اللي اشتغلوا معايا، التيم، لأنه الفريق هو كمان كان في يعني فترة الهبوط أو في فترة الركود، كان هو الداعم الأصلي، لأنه ما تركش وما سابش. يعني نرجع هون إلى الكلام سابقا، لأنه هو هون يتعامل معاملة صاحب شركة، منه موظف. نعم. أستاذ أحمد، اليوم دولة قطر تحتضي بنعمة الأمن والأمان. نعم الحمد لله. ساعدت بالاستثمار جدا. زي ما تعرف من الحكاية العامية، رأس المال جبان يحفظ المنطقة آمنة للاستثمار. طبعا. اليوم من أحمد ومن مكتبنا ومن فريق العمل، نعم، رسالة شكر لشيوخنا وحكامنا. نعم. نبتدي بوالدنا وقائدنا وبني نهضة قطر. الله يطول في عمره. والشيخ تميم، نعم، مدير الشباب اللي ماشي على نهج والده، نعم، ورايح فينا للعالمية. نعم نعم، وراح بينا اوريدي. يعني بعد كأس العالم، ويعني ونتقدم بألف تهاني على هذا الحدث العالمي الناجح جدا تنظيميا وكل شيء. يعني كان في نطاق يعني الروعة، يعني تعديه مرحلة النجاح، صار روعة. طبعا هذا كله بتوجيهات أصحاب السمو داخل البلد والناس القائمة على هذه النجاحات. يعني أنا شخصيا لولاهم ما كناش نقدر نوصل، يعني نجلس في شركاتنا ونعمل شركات، لأنهم هم يعني تتخلينا نقول إيديهم مفتوحة لكامل الشباب العربي. صحيح. عشان يساعدوه. صحيح. فبالتالي نوجه لهم يعني تحية شكر وتقدير، وربي يطول عمارهم وربي يخليهم لكامل العرب. وإحنا بنتشكرك بنهاية برنامجنا عزيز على كلماتك الطيبة.
بعيدا عن الألقاب وحفظا للألقاب، من هي درة؟ أنا درة الحناشي، تونسية الجنسية، خريجة جامعية، بدأت حياتي في مجال الخبرة في المحاسبة لأني أنا درست في مجال المحاسبة، وبعد لما استقريت في قطر قررت أنه نبدل مجالي يعني نخوض في تجربة جديدة. جميل جدا. يعني نحكي عن بداياتنا، اليوم أنت شريك رئيسي مع أحمد، من الفكرة من كانت بسيطة لما وصلنا المكان هاي، صح؟ لما نتحدث كيف أجتكم الفكرة ونحكي عن بدايات قليلة. الفكرة لما أخذنا خذنا التجربة في مجال العقارات، نعم، قررنا أنه إحنا ليش لا، ليش ما نشتغلش الحالنا، يعني يصير البزنس تبعنا وإحنا نطور فيه مثل ما بدنا. يعني أنت بتشتغل عند الناس بتاخذ خبرة بعدين بتحب تطير، يعني مثل العصفور. فمن هونيك جات الفكرة ليش لا. يعني فكرتكم كانت بسيطة، وتحديات وصعوبات لما وصلنا للنجاح اليوم. اليوم أكيد فريق العمل اللي موجودين داخل الشركة اليوم أنت تشرف عليهم بنفسك. أي صح. ومش محسسيتهم إنهم موظفين، شفت العلاقة إنه هي علاقة من أخت لإخوانها أو خواتها داخل المكتب، وهذا سر من أسرار النجاح اليوم. أكيد. اليوم كيف يتم اختيار موظفينا؟ كيف العلاقة بتكون معه؟ أول شيء علاقة المدير والموظف علاقة قديمة جدا، يعني تجاوزتها كثير شركات وكثير ناس وكثير أفكار. صحيح. الموظف شريك، يعني أنا ممكن نقول شريكة مادية، بس الموظف شريك بالمجهود، يعني هو مسؤول على سير العمل، على نجاح العمل وعلى تطوير العمل. صحيح. لأنه إحنا لما نحب نطور في العمل رح نعمل دورات تكوينية للإيجنت أو للمسوق العقاري، عشان هو دايما يكون مسير التطورات ورقم واحد كمان. مثل ما الشركة بتطور في حالها، احنا بنطور في الموظفين تبعنا. يعني في كل فترة خطة تدريبية. اكيد اكيد اكيد. يعني اليوم انت كسيدة اعمال موجودة داخل دولة قطر، زي ما بتعرفي الشيخة موزة طول بعمرها هي داعمة للمرأة العربية بشكل عام والمرأة القطرية بشكل خاص. بدنا منك اليوم رسالة ونصيحة للمرأة العربية، اليوم شو حابة تحكي لها؟ يعني سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند معروفة عربيا وأكيد عالميا، يعني حتى كل النساء الأجانب متأثرين بمسيرتها، متأثرين بدورها الفعال في دولة قطر، متأثرين بدعمها للمرأة العربية، فهي أكيد قدوة يعني لكل مرأة أنها تكون صح أم وزوجة، ولكن أنه هي تتبع حلمها. يعني حلمك أنك تستثمري، حلمك أنه عندك فكرة بدك توصليها للناس، هذا الموضوع مش صعب. يعني تحويل الرؤية إلى واقع هذه جملة مش صعبة، وجملة احنا سمعناها في لما حكت عن تجربتها في مؤسسة قطر. صحيح. احنا بنشكرك على كلماتك الجميلة. نبتعد عن العمل قليلا، اكيد في اشخاص عزيزين على قلبنا بعد السنوات هاي والمكان اللي وصلنا لها. اكيد. من يستحق من درة كلمة شكرا؟ الاب والام اول شيء، لانهم هم اللي صنعوا درة، اعطوها من دمهم، من حياتهم، من تعبهم، من شغلهم، من خبرتهم في الحياة، وشريك اللي بعدين تختاروا لتكمل مع حياتك. طبعا زوجي الله يخليه لي يعني، وأولادي الله يخلي لك اياهم جميعا. وبنشكر جميع الأشخاص اللي ذكرتيهم واللي نسيتيهم أيضا عشان ما يزعل أي حدا منا اليوم. يعني اليوم الحمد لله بدولة قطر تحتضي بنعمتين، نعمة الأمن والأمان، وهذا الشيء أجل فضل ربنا أول شيء وحكمة شيوخنا. اليوم شيوخنا على طول بعمرهم سهلونا إجراءات كثير، ممكن إحنا بمكتبنا نرخص رخصتنا، نجدد سجل تجاري، يعني كبسة زر. اليوم انتقلنا من الحكومة الإلكترونية للحكومة الذكية. أكيد. أي شيء عن طريق جهاز
اللابتوب امامي بخلص اي معامله بدي اياها. اكيد. اليوم رساله شكرنا للشيوخ. رساله شكرنا طبعا. ايش راح تكون؟ رساله شكرنا للشيخ لسمو الشيخ تميم. الله يطيل بعمره. لسمو الشيخ موزة اللي وفرونا المناخ المناسب انك انت تستثمر يعني براحة من غير خوف من غير قلق، بيسهل لك طبعا اكيد كل شيء يعني، فانت بتركز اكثر انك تنتج في شغلك اكثر من انك انت تروح وتوقف وورقه ومعامله يعني كل شيء من المكتب. هذا شيء كثير مهم، والدعم كمان الدعم. وطبعا الشيء اللي احنا عايشناه اللي هو كأس العالم 2022 كان مفاجأة رائعة لكل العالم، وفخر للعالم العربي انه العرب لما يحبون يقدرون. صحيح. فشكرا ليهم، شكرا جزيلا. واحنا اخترنا هذا البلد واحنا ابناء هذا البلد. صحيح. احنا مش وافدين، انا بنت البلد. صحيح. يعني انا بقول هيك، انا بنت البلد. صحيح. ولادي تربوا في هذا البلد وخلقوا في هذا البلد. صحيح. وهم اولاد بلد. صحيح. فشكرا ليهم على كل شيء، وشكرا ليهم على توفير كل هذا لنا احنا عشان نعيش مرتاحين. I'm not afraid.